السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير بصحة جيدة ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناة مطبخ سميرة. مرحبا بكم معايا، كي دايرين مع رمضان؟ اليوم غادي نقترح عليكم واحد فلان ولا واحد التحلية اللي كيجي زوين بزاف، واحد المذاق اللي روعة يعني بشكل جديد وصحي، ما فيهش سكر وكيجي زوين بزاف وفيه مواد يعني لذيذة بزاف وطبيعية. بسم الله غادي نبدا. ما تنساوش تضغطوا على زر الاحمر، تابوني وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وديروا لايك بطبيعة الحال الى جا عجبكم الفيديو. بسم الله غادي نبدا. عندي هنا 1 لتر ديال الحليب، عندي هنا 3 معالق ديال النشا كبار، عندي كاس عامر ديال التمر، يكون هذا اللي كيكون كطايب من الاحسن، وعندي هنا 2 معالق كبار ديال كريم فريش، كيكون هكذا حتى الاخر عاد كنديروه، هذا اللي كيكون هكذا كريم فريش، وعندي هنايا 1.5 معلقه صغيره ديال القرفه. بسم الله غادي نمشيو لهاد الطريقه. غادي ندير هذاك التمر هنايا كنطحنها، الا كان التمر قاصحه ديروه هكايا ترطف في الحليب عاد طحنوها. غادي نزيد عليه شويه الحليب، غير شويه باش واحد الكاس ولا كاس ونص باش تحن مزيان. دابا غادي نطحنها وغادي نرجع معكم. صافي دابا ملي طحنتها كتولي طحنها بزاف، طحن حتى تحل كلشي تولي بحال مابقاش فيها داك الصغار، كيبقى حتى تولي نيشان بحال الحليب. طحنها مزيان، دابا غادي نخويها في الطنجره. كنبدا هنا الحليب باش ما يبقاش فيه داك يبقى فيه، نحيدو الحليب. صافي دابا غادي نخوي داك الحليب هنايا، غادي نخلط مزيان، غنزيد داك النشا. راه كيجي حلو غير بلا ما ديرو السكر، اللي كيعجبلو عاد الحلاوة كتر يزيد يقدر يزيد السكر. انا كنت كدي غير هداك التمر، نزيدو داك القرفة. القرفة كتبقى اختياري، اللي مبغاش يديرها مديرهاش، يعني القرفة كتجي بزاف المذاق ديالها كيجي زوين مع المذاق ديال التمر. صافي دابا غنديرو على النار حتى يبدا يطبخ، عاد كنزيد داك الكريم فريش، نخلطو مزيان باش هداك النشا ميتخمش يكدير لها الكتل متكونش. صافي غادي نديرو على النار، غادي نبقى نحركو باستمرار حتى يطبخ، عاد ندير داك الكريم فريش. دابا كيبدا كيعقد معايا، راه بدا كيطبخ. نبقى نحركها حتى باستمرار. دابا راه عقد معايا، نخلى حتى يطبخ شويه، ندير داك الكريم فريش. الكريم فريش كيعطيه واحد كيجي كريمي فلانديانا، وكيجي لذيذ، كيعطي واحد الملتوي زوينة. نزيد داك الكريم فريش، أي جبن أخر كتفضلو، ندير حتى الجبن مثلث أو الجبن المربى، مكاينش كريم فريش. صافي غادي نحرك حتى يزيد داك الكريم فريش. هذاك التمر هذيك القرفة كتعطي واحد النسمة زوينة. صافي دابا ملي كيبدا يطبخ معايا غادي نطفي عليه، وغادي نعملو في الكيسان القوام ديالو، هذيك ديال 3 معالق ديال النشا. صافي دابا غادي ملي كمس ملي طبخ كافي عطيت عليه، دابا غادي نعمر في الكيسان. ماعرفتش كيف عندكم، ديرو الكيسان اللي بغيتو.
زوكي ماشي جنان نيشان مشكلة الكونديشن صافي غادي نستنعمر ونرجع معكم ملي كملت عمرت الكيسان ديالنا كي كيجيو راه خرج لي تقريبا شي 6 الكيسان انا عندي هذا غير بعض زدت هادو صافي دابا غنديرو في نخليه يبرد شويه باش ما عندناش الثلاجه دابا غنديرو في الثلاجه يبرد ملي غادي يبرد غادي نرجع معكم هيا البنات الفران ديالنا او التحليه اللي برد كيجي رائع كيجي زوين راه زينتو بشويه ديال الكركاع مهرمش وزيو شويه ديال واحد نص التمره درتها في الوسط كيبقى تزين على حساب الذوق صدقوا لي البنات راه التحليه كتجي رائعه واحد المذاق اللي روعه هذاك التمر مع هذيك القرفه كتجي غزاله وصحيه ما فيهش السكر يعني واحد التحليه اللي روعه صدقوني جربوها راه غادي يعجب لكم بزاف نتمنى تجربوه ويعجب لكم وشكرا بزاف على تشجيعاتكم وشجعونا اكثر واكثر وشكرا غادي نوري لكم كي داير نسيت بسم الله هاكي كيجي كيجي غزال البنات كيجي زوين كيجي هذاك اللون بني بهذاك التمر كيجي روعه وكيجي لذيذ نتمنى تجربوه ما تنساوش التعاليق وما تنساوش تشجعونا ديروا لايك الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال لايك لايك شكرا حتى الفيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم.